وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الدرس الماضي: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. انتهت الحكم التي كان يحدثنا فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن آداب الحوار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وضوابط ذلك بخمس أو ست حكم شرحناها وأوضحنا ما ينبغي أن نعرفه منها. الآن في موضوع جديد يتناوله ابن عطاء الله في حكمه، يقول: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإن كنت كذلك فخذ ما وفقك العلم. من المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل سخر عباده بعضهم لبعض، وزع القدرات والملكات، وفاوت فيما بينهم في الغنى والفقر، والحكمة في ذلك أن لا يستقل واحد من عباد الله عز وجل بنفسه، أي أن لا يستقل بالاعتماد على ذاته، بل لابد أن يجد نفسه محتاجا في أمر ما إلى غيره. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن تتواصل عوامل البر وعوامل الألفة والود فيما بينهم. ومن هنا كان ولا يزال علماء الاجتماع يقولون عن الإنسان: الإنسان مدني بطبعه، يعني أنه ميال إلى أن يعيش في مجتمع وأن يعتمد على أمثاله وأن لا يستقل بنفسه وأن لا ينعزل عن الناس في كاف قصي. كلام سليم يعبر عنه علماء المجتمع بقولهم: الإنسان مدني بطبعه. لا، ليس بطبعه، هو مدني فعلا، هو مدني بما أقامه الله عز وجل فيه. الباري سبحانه وتعالى يمتعني بطاقات وقدرات معينة، ولكنه يحوجني إلى غيري بالنسبة لطاقات وقدرات واحتياجات أخرى. والباري سبحانه وتعالى يكرمك بقدرات معينة لا أملكها، ولكن يحوجك إلى قدرات أملكها أنا وأمثالي. الحكمة أن يحوج الله عز وجل عباده بعضهم إلى بعض، فيسود فيما بينهم الاحتكاك، وتمتد الأيدي بعضهم إلى بعض للتعاون، إن من حيث المال، إن من حيث القدرات العضلية والإمكانات البشرية، إن من حيث الأمور العلمية والفكرية المختلفة. وهكذا يتناغم المجتمع ويتآلف أفراده ويتحقق ما يسمى بالتركيبة الاجتماعية. فالإنسان فعلا مدني، أي يحتاج كل فرد إلى إخوانه، لكن ليس بطبعه.
وإنما بحكمة أقامها الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الباري عز وجل لجعلني مستقلا بنفسي غير محتاج إلى أبناء جنسي في كل أموري العضلية والفكرية والمالية وغير ذلك، ولجعلك أنت والآخر والآخر كل واحد مستقلا بنفسي، وعندئذ لا ألتفت إليك ولا تلتفت إلي، ويتحول وتتحول الأسرة الإنسانية إلى أناس نعم متفككي العرى، مثل جهاز تفكك أجزاؤه فأصبح كل جزء لا ينتمي إلى الجزء الآخر. إذن الباري عز وجل بحكمته المتناهية جعل الناس محتاجين بعضهم إلى بعض، فجعل أصحاب أهاب بأصحاب القدرات الفكرية والعضلية والمالية أن يهتموا بإخوانهم الذين لا يملكون أمثال هذه القدرات، وأن يكونوا مشفقين عليهم، وأن يكونوا يعني خدما لهم من أجل أن تسري عوامل الألفة والمحبة فيما بينهم. ولكن الباري عز وجل كما أهاب بأصحاب القدرات الفكرية والطاقات العضلية والقدرات المالية أن يكونوا دائما مهتمين بإخوانهم والذين لا يملكون مثل هذه القدرات، الباري بالمقابل خاطب المحتاجين من فقراء من ضعاف، خاطبهم بالآداب التي ينبغي أن يتحلوا بها عندما يمدون أيديهم أيدي الاستعانة إلى إخوانهم الآخرين، خاطب أصحاب القدرات وأصحاب الغنى كلفهم بأن يكونوا دائما مساعدين لإخوانهم الذين لا يملكون مثل هذه القدرات عندهم، لكنه في الوقت ذاته خاطب الفقراء والمستضعفين بأن يتحلوا بالآداب التي ينبغي أن يصطبغوا بها أثناء استقبال المعونة من إخوانه. وابن عطاء الله جمع هذه الآداب كلها في شرطين اثنين، الشرط الأول أن يعلم الرجل الفقير الذي يتقبل العطاء من إخوانه الأغنياء أن يعلم ويعتقد أن الذي يعطيه هو الله عز وجل، وأنه إنما ينال هذه العطية من ربه سبحانه وتعالى ولا ينالها من إخوان له في البشرية. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينظر إلى المال أو المعونة التي تفد إليه وأن يمحصها وأن يضعها في ميزان الشرع، وأن يتأكد أن هذا المال الذي جاء إليه جاء إليه عبر قناة متفقة مع الشرع متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن هما شرطان ينبهنا إليهما ابن عطاء الله في هذه الحكمة، وسنفصل القول فيهما. وهذا باختصار معنى قوله رحمه الله تعالى لا تمدن يدك إلى أحد من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك أي الباري عز وجل. هذا الشرط الأول. فإذا كنت كذلك فخذ ما وفقك العلم أي العلم بالشريعة الإسلامية، وهذا هو الشرط الثاني. نتحدث عن في الشرط الأول، وهذا الشرط هو الذي يتحدث فيه اليوم كثير من الباحثين والفقهاء ومن نسميهم علماء الظاهر كما يقول الإمام الغزالي
ولكنهم غافلون عن هذا الشرط، يتحدثون عن الشرط الثاني، إلا أن هؤلاء الناس غافلون عن الشرط الأول الذي يركز عليه أرباب القلوب الذين يهتمون بالنظر إلى قلوبهم ويسعون سعيهم اللاهث لتزكيتها وتطهيرها من الشوائب. هذا الشرط هو أن تعلم يا أيها الآخذ للمال من أخ لك تقدم به إليك، أن تعلم يقينا أن الذي تقدم به إليك ليس هذا الإنسان، ليس هذا الشبح الذي يقف أمامك، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، أي أن تغيب الأسباب عن ناظرك وأن لا ترى إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، وهذا ما يذهل عنه كثير من الناس، حتى الذين يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد وما إلى ذلك، يتحدثون عن التوحيد وهم غارقون في بحار من عبادة الأسباب. لا، يجب أن تتعامل مع الأسباب، ولكن بشرط أن تغيب فاعلية الأسباب عن ناظريك. لاحظوا أيها الإخوة، يجب أن تتعامل مع الأسباب، ولكن يجب في الوقت ذاته أن تغيب فاعلية الأسباب عن ناظريك، وأن لا ترى، وأنت تحدق النظر في الأسباب أن لا ترى إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرط الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله يتصل بمسألة معروفة في مبادئ العقيدة الإسلامية، لعلنا أوضحناها عندما كنا ندرس العقيدة الإسلامية في هذا المسجد فيما أذكر، وهي المسألة المتعلقة بقانون السببية في الكون. نقول أو نذكر بهذا القانون بشكل إجمالي، لأن المناسبة ليست مناسبة فتح ملف بحوث العقيدة، لكن لابد أن نذكر بهذا الموضوع بشكل إجمالي. ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن من مبادئ توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى أن يستيقن أن الأسباب التي يراها أمامه مثل سببية الغيوم للإمطار، سببية الإمطار للنبات، سببية النبات للغذاء، سببية الطعام للشبع، سببية الماء للري، سببية الدواء للشفاء، سببية السم للهلاك، سببية النار للإحراق، إلى آخره. هذه أسباب ينبغي نحن الذين نعلم أن الله هو الفعال في الكون كله ولا فعال سواه، ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب ليست لها أي فاعلية، ليس لها أي تأثير في مسبباتها، وإنما هي كما قالوا أسباب جعلية. يخلق الله عز وجل المسبب عند اقترانه بالسبب الذي قبله، أي أن خالق المطر الذي يتهاطل من السحاب من؟ الله، والسحاب ليس له تأثير في ذلك. الذي يستخرج النبات من الأرض هو الله، وليس لقطر السماء المنهمر على الأرض أي تأثير في ذلك. الذي يخلق الشبع في كيانك عند الأكل هو الله، وليس للطعام أي تأثير في ذلك. الذي يخلق الشفاء في جسم المريض هو الله، وليس للدواء الذي يتناوله أي تأثير في ذلك.
والذي يخلق الموت عند تناول السم هو الله، وليس للسم أي تأثير في ذلك. نعم، والذي يكرم الفقير بشيء من المال قل أو كثر هو الله، وليس لليد التي امتدت إليه بالمال أي تأثير في ذلك. ينبغي أن نعلم هذا، وهذه حقيقة علمية. ربنا عز وجل يقرن بين شيئين، الأول متقدم والثاني متأخر من حيث الزمن. دائما يقرن بين هذا السابق واللاحق. نحن من طول الألف لهذه الظاهرة نسمي السابق سببا واللاحق مسببا، هكذا. يعني ربنا عز وجل يخلق احتراق الهشيم أو هذه الورقة التي نلقيها في النار، يخلق احتراقها عند ملامستها للنار، وليست النار هي التي تفعل ذلك. لكن ربنا عز وجل لما قرن هذا بذاك واستمر الأمر أمامنا دائما دائما على هذا المنوال، اعتدنا أن نسمي السابق الأول سبب والثاني مسبب، وظننا بالوهم أن بينهما علاقة التأثير، ظننا أن الأول له فاعلية وتأثير في الثاني. لكن مصدر هذا الظن ما هو؟ مجرد الاقتران. لاحظوا أنا أقول كلام علمي الآن، مجرد الاقتران. يعني مثلا أنا رأيت مليون مرة أن مثل هذه الورقة عندما تلقى في النار تحترق، تجمع في كياني يقين أن هذه الورقة لابد أن تحترق الآن أيضا إذا ألقيتها، بناء على تجاربي القديمة السابقة. لكن لماذا لابد؟ لماذا؟ قال لأني وجدت مليون مرة كل ما ألقيت هذه الورقة تحترق، وليكن مليونين مرة كذلك. من أين لك أن هذه النار هي المتسببة في ذلك؟ الاقتران لا يدل على التأثير. نعم، واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العالم الوضعي دافيد هيوم، يقول لو رأيت أن الهشيم مليون ومليونين مرة احترق في النار لكي أجزم بأنه سيحترق للمرة الأخرى بعد المليونين، لابد أن أجرب، لابد أن أجرب، لأنني لا أدري ما الذي سيحدث. كلام سليم، كلام علمي. وأنا عندما أذكر هذا الكلام أذكر الإخوة الذين يمكن أن يرتابوا بهذا الكلام بمسألة معروفة لدى أكثر المثقفين. هنالك نظرية، لا بل قاعدة علمية اسمها رد الفعل الشرطي، ينسبها المغفلون في بلادنا إلى بافلوف، العالم الروسي بافلوف، وهي في الحقيقة معروفة في كنوزنا العلمية والفكرية منذ أجيال طويلة، وممن ذكرها واستدل بها في مناسبات الإمام الغزالي وقبل الإمام الغزالي، اسمها سبق التصور إلى العكس. لكن المغفلون الذين يسيل لعابهم على يعني ما عند الغربيين أو الشرقيين يظنون أنها من إبداع بافلوف. طيب لا بأس، ماذا يعني قال بافلوف؟ كان يجيع عدد كبير من الكلاب، حوالي 50 كلب يجيعها، فإذا جاعت جوعا شديدا قدم لها الطعام مقرونا بجرس يقرع، واستمر على هذا المنوال حوالي 50-60 يوم، يعني مقدار شهرين تقريبا. يقرن دائما بين تقديم الطعام لها بعد الجوع الشديد وبين الجرس. بعد ذلك بعد شهرين قرع الجرس على أسماعها دون أن يقدم لها الطعام، فهرعت كلها. نعم،
تبحث عن الطعام وسال لعابها، وظهر التأثر في بهذا المؤثر الصناعي الذي هو قرع الجرس. لماذا؟ لأن طول الاقتران بين سابق ولاحق، بين قرع الجرس أولا وتقديم الطعام ثانيا، طول الاقتران خيل إلى هذه الحيوانات أن بين المسألتين ارتباط حتمي وتأثير. ولو كان لهذا الكلاب، لهذه الكلاب عقولا وقدرة على أن تكتب وتتحدث، لقالت ما يقوله الطبيعيون والملاحدة من أن هنالك علاقة حتمية بين قرع الجرس ووجود الطعام. ما الفرق بين ما كانت تتخيله هذه الحيوانات وبين ما يتخيله الإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى الذي يؤله الطبيعة؟ فيرى أنه كلما تناول زيد من الناس السم هلك، وكلما ألقيت ورقة في النار احترقت، العلاقة مستمرة. قالها ما دامت العلاقة مستمرة إذن فهنالك تأثير من السابق في اللاحق. لا، هذه القضية لا دليل عليه. العلاقة مستمرة نعم، لكن أن تكون هذه العلاقة دليلا على أن السابق مؤثر في اللاحق ليس لك دليل علمي على ذلك. وعملية بافلوف وتجاربه على تلك الكلاب أكبر شاهد على ذلك. واضح هذا الكلام. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ساقنا إلى هذا أن علي وقد آمنت بالله أنه الله الواحد الأحد. ما معنى الواحد الأحد أيها الإخوة؟ الواحد في ذاته، الواحد في فاعليته في الكون، الواحد في صفاته، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرزق، هو الذي يميت، هو الذي يحيي، هو الذي يضحك، هو الذي يبكي، هو الذي يميت، هو الذي يحيي. كل ما تراه من تصرف في هذا الكون هو الذي يخلقه. يجب أن أعلم هذا. عرفت هذه الحقيقة. إذا عرفت هذه الحقيقة، إذن من الذي يرزقني؟ الله. من الذي يعطيني؟ الله عز وجل. ولكن الله عز وجل شاء لحكمة باهرة كما قلت الآن أن يرسل إليك وسائط، رسل، برد جمع بريد، نعم، يرسل لك عطاءه عن طريق أناس، عن طريق عباد له، والمعطي هو والملهم هو، أي الباري عز وجل. لكنني قلت لكم ما الحكمة؟ الحكمة أن تتواصل القلوب وأن تتآلف النفوس. يأتيني عطاء الله من عندك فأستأنس بك، وأشكرك فتستأنس بي، فتقوم الألفة فيما بيننا. الباري عز وجل يلهم الطبيب أن يختار الدواء المناسب الذي يشفيني به الله سبحانه وتعالى. الشافي هو الله عز وجل، لكن الله يرسل إلي شفاء عن طريق هذا الطبيب. نعم، فالشافي هو الله عز وجل، لكن عندما أجد أن الشفاء الآتي من عند الله أرسل إلي عن طريق بريد يتمثل في هذا الطبيب أو في هذا المشفى، أستأنس بهذه الوسيلة، وهذه الوسيلة أيضا أشكرها، هي الأخرى تستأنس بي. نعم، وقد قلت مرة لبعض الأطباء الله هو الذي يشفي وأنتم الذين تأخذون المال. نعم، هذا الواقع. نعم، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فالباري عز وجل كان ممكن أن يشفيني بدون وساطة الأطباء، كان يمكن أن يغنيني بدون وساطة زيد من الناس، كان ممكن أن يقدرني على ما أريد أن أنهض به بدون وسائط الناس، لكن عندئذ تضمحل العلاقات بين الناس ولا يتآلفون ولا يستأنس بعضهم ببعض. فربي عز وجل هو المعطي وهو المتكرم وهو الشافي وهو المعافي، لكنه يرسل إليك ذلك كله عبر وسائط وأسباب. نعم، ما المطلوب مني؟
المطلوب مني ألا أحجب بالأسباب عن المسبب. المطلوب مني إذا جاء إنسان من الناس فأكرمني بمال أن لا أنظر إلى هذا الذي جاء يكرمني بالمال وأنسى الإله الذي أرسله، أنسى الإله الذي بعثه. نعم، الآن عرفت بعقيدتي أن الفعال هو الله سبحانه وتعالى. والخطر في هذا أن دائما أتذكر الوسائط وأعيش مع الوسائط، وفجأة أجدني قد نسيت المسبب الأول، نسيت. نعم أخذت هذا الدواء، نعم مقدارا من الدم شفيت، أخذت أنظر إلى هذا الدواء وكأنه شيء مقدس، هذا الدواء شفاني، مصيبة. هذا يجر إلى الشرك. لا، من الذي وضع سر شفائي في هذا الدواء؟ الله سبحانه وتعالى. بل الباري يخلق الشفاء عند التناول للدواء، لا الطبيب ولا الدواء ولا أي شيء في الكون يفعل إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المريد وهو الخالق. لذا يقول ابن عطاء الله: أول شرط لتناولك المال من غيرك أن ترى أن هذا المال إنما يأتيك من مولاك. إن كنت تعتقد ذلك يقينا فخذ هنيئا مريئا. نعم، وقد حدث الإمام القشيري رحمه الله في رسالته أن أحد الصالحين تقدم بهدية من المال لصديق له، كلاهما من الصالحين المقربين إلى الله، فقال له الآخر: أنا لا أخذه منك. فقال له المعطي: وأنا لا أعطيك إياك. واضح الكلام؟ كلاهما لا يرى إلا الله. الآخر قال والله أنا أتناوله لكنني لا أتناوله منك، أي أتناوله من الباري عز وجل. والأول قال: ومن قال لك أنا أعطيك لك؟ أنا أعطي الله سبحانه وتعالى. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع ربه. المعطي لا يرى أنه يتعامل إلا مع الله، والآخذ لا يرى أنه يستقبل العطية إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول. كما قلت لكم، هذا الشرط الأول أيها الإخوة، يعني الذين يتكلمون اليوم في الفقه وما إلى ذلك يغفلون عنه، وربما تكلموا عن المال الحلال والمال الحرام والربا وما إلى ذلك، لكن من الذي يتكلم اليوم في هذا الموضوع؟ أنني إذا استقبلت هدية معونة مالية أو غير مالية، نعم أيا كان، يجب علي باعتباري مؤمنا بالله موحدا لله أن لا أغيب بالسبب عن المسبب، أن لا أحجب بالواسطة عن المرسل عن الفعال وهو الله سبحانه وتعالى. لكن علماء القلوب هم الذين يذكروننا بهذا الأمر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بعد هذا أن تمحص في هذا المال الذي يأتيك، فتستيقن أنه متفق مع الشرع في جوهره وفي الطريق الذي وصل إليك هذا المال به. تنظر إلى هذا المال أولا، هل هو من نوع الحلال أم الحرام؟ الخمرة مثلا حرام، الخنزير حرام، الكثيرة هي المواد النجسة التي لا يجوز تناولها، ينبغي أن تبتعد عنها فلا تتناولها. الشيء الثاني أيضا، ربما كان هذا المال في جوهره نظيفا حلالا لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن تتساءل وأن تمحص وتدقق في الطريق الذي جاءك هذا المال منه.
لعل هذا المال مغصوب. صحيح هو طعام نظيف أو هو مال يعني نقود، لكن والنقود لا توصف بأنها طاهرة أو نجسة، لا أشكال فيها، لكن انظر من أين جاءت هذه النقود، لعلها نقود مغصوبة، لعلها نقود جاءت من ربا، لعلها مجموعة رشاوي. نعم ينبغي أن تمحص في هذا تمحيصا كبيرا، فإن رأيت أن هذا المال مغتصب لا يجوز لك أن تتناول منه شيئا قط أبدا. واعلم في هذه الحالة، قد يقول قائل ألم تقل إن الله هو الذي أرسله؟ طيب الآن قلت الله هو الذي أرسله، الباري أرسل لي مال بأخذه. ربي عز وجل يرسل لك المال آنا على وجه النعمة، ويرسله آنا على وجه الابتلاء والتجربة. يا ترى هو قال لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني الغصب غير جائز، القهر والظلم غير جائز، ثم أرسل لك مالا جاء عن طريق غصب، ترى ماذا تصنع؟ هل تتغلب عليك نفسك الأمارة بالسوء فتمد يدك إلى المال غير عابئ بقرار الله، أم يتغلب قرار الله سبحانه وتعالى الذي خاطبك به فتقول لا حاجة لي بهذا المال؟ صحيح هو الباري بعث لك المال، لكنه أرسله لك لكي يبتليك. الحياة كلها ابتلاء، تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عرفت أن هذا المال ليس مغصوبا، طيب لعل فيه شائبة ربا، حقق في ذلك، ليست فيه شائبة ربا، حسنا، لعل هذا المال أخذ على سبيل الرشوة، وما أكثر المال الذي تفيض به الجيوب وأصله آت من الرشوة. كم من باطل تحول إلى حق عن طريق الرشوة، وكم من حق تحول إلى باطل عن طريق الرشوة. والرشوة هي الأمر الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذيرا كبيرا، حاذر. فإذا رأيت أن هذا المال الذي امتدت به يد إليك، هذا المال هو في جوهره طاهر، وبالنسبة للطريق الذي وصل إليك منه المال أيضا طاهر نقي لا إشكال فيه، فخذه ولا ترده. وفي هذه الحالة يصدق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاءه شيء من غير استشراف نفس فرد فكأنما رده على الله. إذا جاءك هذا المال نقيا طاهرا لا شائبة فيه دون أن تستشرف نفسك إليه، لا ترده. طيب ربما قال قائل أنا والله ورع، أنا زاهد، لا أريد أن يعني أمد يدي إلى مال الدنيا. يقول لك الشرع خذه ما دام أن هذا المال لم يأتك باستشراف نفس، ونحن نقول خذه بشرطين، الأول أن تعلم أن الذي أرسله إليك هو الله، الشيء الثاني أن تضع هذا المال في جوهره وفي طريقه الذي جاءه إليك جاء منه إليك في ميزان الشرع. طيب هؤلاء أمثال الفضيل بن عياض وغيره وضعوا هذا المال في ميزان الشرع، فوجدوا أن هنالك شوائب لا شائبة واحدة، ولذلك رفضوا. ولو أنهم علموا واستيقنوا أن هذا المال نقي عن الشوائب كلها لأخذوه، هذا هو الجواب في ذلك. شيء آخر، أن أحدنا عندما يسمع هذا الكلام قد يخيل إليه أن عليه إذا جاءته معونة من أخ له، إذا جاءته عطية هدية من أخ له،
قام جار له بمد يد العون المادية أو المعنوية له، عليه أن يعلم أن الله هو الذي أعطاه، وأن الله هو الذي أعانه، وأن الله هو الذي أكرمه. إذن ينبغي أن لا يلقي بالا لهذه الواسطة، ينبغي أن لا يلقي بالا لهذا البريد الذي أرسل الله عز وجل هذا المال أو هذه المعونة بواسطته إليه. هل هذا سليم هذا النظر؟ لا. هنالك حقيقة ينبغي أن تفيض بها قلوبنا، وهو أن المعطي من؟ هو الله، وأن المعين هو الله، وأن الفعال هو الله. وهنالك شريعة تقول لك على لسان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. حديث يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، ويرويه أيضا أبو داود وابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب أنا لماذا أشكر الناس ما دام المعطي هو الله؟ يعني يقول قائل: طيب لماذا أنا أغيب عن الناس كلهم وأنا غائم عن هذا الذي جاني بهذا المال؟ هو بريد، ساعي بريد، أعطاني هذا هذه التحويل، هذا المال، هذا القدر من المال، وقع ويذهب، لا أشكره. قد يقول قائل هذا الكلام: لا، الباري عز وجل أرسل إليك هذا المال أو هذه المعونة، ألا ترى أنه عندما اختار هذا الشخص ليكون وسيطا بينك وبينه هذا دليل على أن الله أحبه؟ ألا ترى ذلك؟ يعني أنا عندما أرى أنني وقعت في ضائقة ونظرت عن يميني وشمالي فلم أجد من ينجدني، وإذا بإنسان جاء فقدم إلي العون وأخرجني من الضائقة التي كنت أعاني منها، طيب ينبغي أن أعلم أن الله هو الذي أرسل هذا الإنسان، لكن أما ينبغي أن أقول مرحبا بالرسول الذي أرسله الباري إلي؟ أليس كذلك؟ الباري عز وجل وسط هذا العبد ليعطيني هذا العطاء أو ليقدم لي هذا العون، إذن هذا الإنسان رسول إلي من عند رب العالمين، وقيمة الرسول متفرعة عن قيمة من قد أرسله. من هنا ينبغي أن أشكر هذا الإنسان، ومن هنا قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. شكرك للناس الذين يعني أكرموك وقدموا العون إليك لا يعني أنك تنسب العمل إليهم، ولكن ذلك يعني أنك تتأدب مع الوسطاء الذين وسطهم الله إليك، تتأدب مع الأشخاص الذين أرسلهم الله إليك، لأن هذا دليل على أن الله يحبهم. طبيب جعل الله عز وجل شفائي على يده، طيب أقول له: يا هذا لعل الله يحبك، الباري عز وجل كان قادرا أن يشفيني بدونك لكنه يبدو أحبك فجعلك السبيل إلى شفائي، فشكرا لك. لا بد أن أشكرك لأن الله عز وجل سخرك لشفائي. لاحظوا أيها الإخوة ديننا العظيم كيف يجمع بين الحقيقة الاعتقادية وبين التعامل الأدبي القائم على الذوق والقائم على اللطف. أما الحقيقة الاعتقادية فهي أن نعلم جميعا أن الكون لا شيء، وأن الأسباب لا شيء، وأن الدنيا كلها إنما تتحرك بيد محركها وهو الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي لنا أن نعيش ما يسميه الواصلون وحدة الشهود، يعني أرى المكونات ولكني لا أراها إلا كألواح زجاجية شفافة. تنظر إلى اللوح الزجاجي الشفاف لا ترى، تنظر تجد ما وراءه. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في توحيده لله عز وجل.
كل التقلبات التي يراها أمامه يربطها بالله، وهذا يجعلك تزداد تعظيما لله، وتزداد مهابة لله، وتزداد حبا لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة. جاءت الشريعة، شريعة تأمرني بمد جسور التواصل، الألفة، الود بيني وبين عباد الله سبحانه وتعالى. ينبغي هنا أن ألاحظ الناس وأن أشكر وأن أعلن عن امتناني وشكري لمن سخرهم الله عز وجل لي. وهكذا يتكامل الدين بشطريه: الحقيقة الاعتقادية التي ينبغي أن نتحلى بها، والسلوك الشرعي الذي يتمثل في علاقة الناس بعضهم مع بعض. نعم، نقف عند هذا الحد ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، سائلين الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وقفنا ببابك معترفين بذلنا وتقصيرنا، مقرين بسوء حالنا، مثقلين بأوزارنا. اللهم إننا نعلم أن لا إله لنا إلا أنت، أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك الغني عن عبادك جميعا، ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. وحقك أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك يا من هو أنيسنا في الوحشة، يا من هو أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن تجعلنا بمنك وجودك وكرمك من عبادك الذين أحببته فأحبوك. اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. اجعلنا بفضلك ومنك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا مولانا الأجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحدا لا ثاني له، يا شاهدا غير غائب. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم إنا ضعاف وأنت تعلم ذلك، لا تبتلنا بما لا قبل لنا به يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب